مشاهدينا الكرام في كل مكان برحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي عبر الكتاب بدأنا الأسبوع اللي فات في الرد على بعض التساؤلات وبعض التحديات التي طرحها الدكتور أو الشيخ منقذ السقار والمتعلقة بلاهوت المسيح وهو عمل أكثر من حلقة سماهم تدمير الإيمان بلاهوت المسيح وخد بعض النصوص من الكتاب المقدس ويحاول يقدم منها ان المسيح لم يقل ولم يدعي ولم يعلن انه هو الله المتجسد وكذلك ايضا حواريه وتلاميذه لم يقولوا ابدا ان المسيح هو شخص مختلف عن بقيه الناس بل كان رجل او انسان عادي لكنه نبي من ضمن الانبياء. طبعا ايماننا في لاهوت المسيح او طبيعه شخص المسيح هو اساس الايمان المسيحي. وهذا الإيمان المسيحي لم يبدأ ولم يخترع كما يدعي البعض مع مجمع نقية لكنه أول من أعلن عن طبيعة شخصه هو شخص المسيح نفسه فمن فم المسيح من كلماته من أعماله من معجزاته نستطيع أن نصل إلى سؤال مهم جدا من هو هذا مين ذا؟ مين الشخص ده؟ من الذي يقول هذه هذه هذا الكلام او من الذي يعلم هذه التعليم او من الذي يصنع هذه المعجزات؟ وشفنا المره اللي فاتت في الحلقه اللي فاتت بعض العبارات اللي قالها شخص الرب يسوع مش ممكن ابدا تخرج من فم انسان عادي. وقلنا انه الاحتمال الكبير انه عندنا اكثر من احتمال او عندنا اكثر من افتراض عندما ناتي الى اعلانات يسوع عن نفسه. اما انه حقيقي في كل ما يقوله هو حق فعلا لما بيقول حاجه عن نفسه هذه الاشياء اللي بيقولها عن نفسه هي حق يا اما انه يكون شخص وحاشا للرب يسوع ان يكون شخص كذاب او يكون شخص مجنون او يكون يعني شخص مدعي وليس حقيقه ووقفنا عند بعض الايات وبعض الكلمات وبعض العبارات اللي في الاناجيل الاربعه اللي نطق بيها شخص الرب يسوع وخدنا عينات بسيطه جدا لكن قبل ما نكمل حابب بس نرجع مره ثانيه نشوف الكلام اللي قاله الشيخ منقذ السقار بخصوص لاهوت المسيح فخلونا نشوف اول فيديو وبعدين نيجي نكمل الرد على هذه الادعاءات طيب فضلت الدكتور السيد المسيح صلى الله عليه وسلم وهو يمشي وهو ينام وهو ياكل وهو يشرب ماذا كان يعتقد بنفسه في نفسه صلى الله عليه وسلم سبحان الله المسيح عليه الصلاة والسلام في, في الإنجيل وفي القرآن واحد بمعنى أنه ما كان يدعي لنفسه إلا أنه هو الآن عندك هذا الكتاب المقدس نعم. افتح من الجلدة للجلدة لن تجد فيه نصا واحدا يدعي فيه المسيح أنه كان إلها الله أنه كان معبودا لم يقل اعبدوني ولو لمرة واحدة العلامة ديدات رحمة الله عليه أثار هذا السؤال على ستانلي شوبرج كبير قساوسة السويد وقال له أضع رأسي تحت مقصلة إذا أحضرت لي نصا واحدا يقول فيه المسيح أنا الله أو يقول اعبدوني لكن عافاه الله تبارك وتعالى من المقصلة لأنه لا يوجد دليل في الكتاب المقدس على هذه المسألة وانا عندي الحلقه اللي فاتت طرحت بعض الاسئله وطرحت بعض النصوص على الشيخ منقذ السقار وطلبت منه ان هو يشرح لنا هذه النصوص. من ضمن النصوص اللي 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 بتعلن بصراحه واللي خرجت من فم الرب يسوع نفسه عن طبيعته وعن لاهوته انه هو يقول انه يرسل ملائكته. وانا عايز اجابه على هذا النص من الشيخ منقذ لما يقول الرب يسوع له كل المجد يرسل ابن الانسان ملائكته مش بيتكلم على الملائكه لا. لا ده ملائكته هو هو الذي يملكها هو الذي خلقها هو الذي اوجدها فهي ملكا له وكلنا نعرف سواء مسيحي او او غير مسيحي يعلم جيدا ان الملائكه هي كائنات روحيه مخلوقه لخدمه الله وحده، الله هو الذي يستطيع وله السلطان عليها في ان يرسلها، في ان تفعل مشيئته، في ان تفعل ارادته، وهنا ياتي شخص يسوع المسيح ويقول يرسل ابن الانسان ملائكته فيجمعون من ملكوته الملائكه وملكوته، الملكوت معروف ايضا أنه هو ملكوت الله. لكن هنا يقول ان هو ملكوته جميع المعاثر وفاعلي الاثم وأطرحونهم في اتون النار وهو الذي يحدد من الذي يذهب الى اتون النار ومن الذي يذهب الى الحياه الابديه فعايزك يا شيخ منقذ تقول لي النص ده ازاي تفسره وهل يسوع المسيح ادعى هنا او قال شيء يعني تقدر تقول عليه ان هو غير حقيقي ولا لما يتكلم عن ان هم ملائكته فالملائكه هي ملائكه يسوع المسيح نص اخر انه بنشوف ان المسيح هو ايضا الديان والنص ده مهم جدا ليه لانه بص اعزائي المشاهدين النص دون بيكلمني ايضا عن ابن الانسان لو شخص الرب يسوع ومتى جاء ابن الانسان ابن الانسان في مجده يبقى ابن الانسان عنده مجد وهيأتي في مجده في مجيئه الاولاني اتى متضعا اتى متضعا اخلى نفسه اخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس واذ وجد في الهيئه كانسان وضع نفسه واطاع حتى الموت موت الصليب لكن في مجيئه الثاني كويس ياتي في مجده ما قالش هنا حتى مجد الله، لا ده مجده هو عنده المجد بتاعه، مجده هو وجميع الملائكة القديسين معه، الملائكة اللي هو قال هيرسلها في أيضا ملائكة ها هتأتي معه، فحينئذ يجلس على كرسي مجده، من الذي يستطيع أن يجلس على كرسي المجد ويدين المسكونة كلها بالعدل؟ يدين الأحياء ويدين الأموات. هنا بيتكلم يسوع عن نفسه يسوع هنا هو المتكلم وهنا أيضا بيتكلم عن ما سوف يفعله في نهاية الزمان يجلس على كرسي مجده ويجتمع أمامه جميع الشعوب فيميز بعضهم من بعض كما يميز الراعي الخراف من الجداء عايزك تفسره لي برضو يا شيخ منقذ ليه النص دون لم يأتي أمامك ويبدو عليك ان انت قارئ جيد للكتاب المقدس لماذا هذه النصوص اهملتها ولم تاتي يعني لنقاشها ولم ولم تناقشها في حديثك عن لاهوت المسيح انا بجيب عينات بجيب مجرد عينات بسيطة جدا نصوص بسيطة جدا يعني لو هجيب نصوص أخرى كتير يعني هنحتاج أوقات طويلة نحن نتناول هذه النصوص لكن انا بجيب بس معينات من كلام شخص الرب يسوع لانه قال المسيح نفسه لم يدعي ولم يقل ولم يظهر انه هو الله وفي كل تعاملاته وفي كل حياته كان مجرد انسان عادي. طيب حللي المشكله دي. المسيح غافر الخطايا. لكن قبل ما اسمع نتكلم عن المسيح غافر الخطايا في فيديو اخر هو بيحاول يفسر لينا يعني ايه المسيح غافر الخطايا فخلونا نشوف الفيديو دون ونكمل مع بعض المسيح غافر الخطايا. وكأني كلما فتحت بابا سده فضيله الدكتور بسده لا حيلة لي فيها فربما اتذكر الان امر اسأله فيه فلعل وعسى وانا اساله بلسان المشاهد المسيحي الان اللي بيقول في حاجه انتم ما قلتوهاش في حاجه انتم نسينها انا عارف ايه هي السيد المسيح كان بيغفر الذنوب المسيح كان يغفر الذنوب اه طيب ماشي المسيح عليه الصلاه والسلام لم يقول انا اغفر الذنوب دعني اقرا لك النص في لوقا 7 على 46 قال للمفلوج وقال ايضا في قصه المراه الزانية التي دهن دهنت رجله بالطيب مغفورة لك خطاياك مغفورة لك خطاياك ما قال أنا غفرت خطاياك فهذا إخبار عن حال وليس إخبار عن فعله عليه الصلاة والسلام أيضا في المفلوج قصة المفلوج في متى تسعة على ثمانية ماذا قال له قال له مغفورة لك خطاياك يا بني مغفورة ما قال أنا غفرت لكن دعني أقول بأن المسيح دعني أقول فرضا وجدلا بأن المسيح قال أنا غفرت لك خطاياك المسيح عليه الصلاة والسلام يكمل في قصة المفلوج يقول ولكن لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطانا على الأرض أن يغفر الخطايا هو غفر الخطايا بسلطان الله أم بسلطانه بسلطان الله أيوة الله أعطى ابن الإنسان لكي تعلموا ان ابن الانسان لابن الانسان سلطانا على الارض ان يغفر الخطايا. طبعا الشيخ منقذ قدام نص زي كده ملهوش حل بيحاول انه يتلاعب بالالفاظ. يعني هو ده المخرج الوحيد اللي اللي قدامه. انه المسيح قال مغفوره لك خطاياك. ما قالش انا غفرت لك خطاياك. يعني هو هو عايز النص الكتابي أو الكلمة أو العبارة اللي نطق بها المسيح تكون أنا غفرت لك خطاياك وبيقول إنها إخبار عن حالة وليس عن فعل إيش معنى المسيح ده أول سؤال الشيخ مونكس معنى المسيح هو اللي قال مغفورة لك خطاياك لماذا لم يفعل هذا أو يعلن هذا الخبر من قبل اي واحد من الانبياء، انا همشي معاك واحدة واحدة. مع ان النص النص بيقول لنا غير كده. النص الكتابي نفسه وده الـ الـ يعني لو كنت اتمنى ان الشيخ منقذ يقراه كله على بعضه علشان يشوف النص بيقول ايه. فلما راى يسوع ايمانهم المفلوج اللي اللي قدموه للرب يسوع ونزلوه من القوة في المكان اللي كان فيه موجود نزلوا أصحابه الأربعة يقول فلما رأى يسوع إيمانهم قال للمفلوج يا ابني مغفورة لك خطاياك هو طبعا لم يقل الله قد غفر لك خطاياك مغفورة لك خطاياك وكأن في اللحظة التي نطق بها شخص يسوع المسيح لا كل المجد مغفورة لك خطاياك غفرت خطاياه ورفع إثمه شوفوا بقى رد فعل اليهود اللي هو الشيخ منقذ طبعا ما حبش يتكلم عنه لانه لو اتكلم عنه يبقى عنده مشكله كبيره وكان قوم من الكتبه هناك جالسين كان المكان مكتظ بالناس وكان في من ضمن الناس اللي موجودين مجموعه من الكتبه والكتبه هما معلمي اليهود الفئه اللي زي ما تقول الارستقراطيه المهتمه بال الهيكل وبترتيبات الامور في الهيكل من 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 قاد من القاده الدينيين او الجروب من القاده الدينيين اللي مشهورين بالاهتمام بالناموس وبالهيكل وكان قوم الكتب هناك جالسين يفكرون في قلوبهم. طيب انا عايز الناس اللي كانت موجوده اليهود اللي كانوا موجودين اللي سمعوا عبارة الرب يسوع مغفورة لك ما مغفورة لك خطاياك هم فهموا من هاي هم نفسهم فهموا من كلام يسوعي لأنه اللي فهموه عن كلام يسوع أنه لم يقل يسوع هنا إخبار عن حالة بل كان فعل يفعله هو غفران الخطايا فهنا نيجي للجزء التاني لماذا الرب يسوع لما علم علم ما في فكرهم وما في قلوبهم لماذا يتكلم هم قالوا لماذا يتكلم هذا هكذا بتجاديف؟ اعتبروا كلام يسوع المسيح انه تجديف. لو هو يا شيخ منقذ مجرد اخبار عن حاله ازاي يكون تجديف؟ ازاي؟ ما هو إذا كان هو بيخبر عن حاله، إذا كان هو بيقول آه إنه أنا عايز أخبرك يا ابني آه يا مفلوج إنه الله عز وجل قد غفر خطاياك، ده أخبار عن حاله. ولو كان قال كده ما كانش اليهود فهموا إنه ده تجديف. لكن لأنه قال يا ابني مغفورة لك خطاياك. فاليهود معلمي الشريعة علماء الأمة اليهودية اللي كانوا موجودين وسمعين هذه العبارة من فمه الطاهر فهموا أنه يجدف بمعنى إيه؟ أنه يأخذ مكان الله في غفران الخطايا شوفوا قالوا إيه؟ من يقدر أن يغفر الخطايا إلا الله محدش يقدر يغفر الخطايا إلا شخص الله وحده واعتبروا أنه عبارة أو الإعلان اللي قاله يسوع المسيح يبني مغفورة لك خطاياك هو تجديف وأنه المسيح أخذ مكان الله بهذه العبارة أو بهذا الفعل فللوقت شعر يسوع بروحه أنهم يفكرون هكذا في أنفسهم فقال لهم لماذا تفكرون بهذا في قلوبكم وده سؤال آخر من الذي يعلم ما في القلوب يا شيخ منقذ إلا شخص الله مين اللي يعرف ما في القلوب إلا شخص الله أيما أيوة أيسر أن يقال للمفلوج مغفورة لك خطاياك أم أن يقال قم واحمل سريرك وامشي ولكن لكي تعلموا ان لابن الانسان، طبعا هنا هو على طول قال لك ما دام ابن الانسان يبقى ده انسان طبيعي. انا نفسي يا شيخ منقذ ان انت تدرس عن اللقب المحبب الى قلب الرب يسوع وهو لقب ابن الانسان. واللي كان دايما بيستخدمه في الاشاره الى نفسه. واللي استخدمه للكلام عن نفسه اكثر من 79 مره في الاربع اناجيل. واللي بيشير إلى إلى ابن الإنسان وخدمته ويشير إلى ابن الإنسان وموته على عود الصليب والذي أيضا يشير إلى ابن الإنسان ومجيئه في المجد وهو لقب مرتبط بالمسيح المسيا الأزلي المتجسد الكلمة الذي صار جسدا وحل بيننا فهو ليس إشارة إلى الناسوت زي ما أنت فاهم ده هو إشارة إلى اللاهوت لكن اللاهوت الذي أخذ جسدا وحل بيننا وهذه الرؤية موجودة في سفر دانيال وأصحاح سبعة ابتداء من عدد 13 وعدد 14 ولكن لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطانا على الأرض أن يغفر الخطايا طبعا هنا على طول راح قال لك هذا السلطان معطى له ولا مش معطى له الآية هنا مش بتتكلم على كده الايه بتقول إنه هو عنده سلطان ان يغفر الخطايا طب مين اللي عنده سلطان ان يغفر الخطايا لي وش معنى المسيح اللي عنده سلطان ان يغفر الخطايا لماذا يفعل المسيح ويعمل اعمال الله ذاته اللي بتميز الله عن بقيه خلائقه لماذا يخلق لماذا يغفر الخطايا؟ لماذا يقيم من الموت؟ لماذا ايضا يدين الاحياء والاموات؟ دي اسئله كثيره مطروحه وانا بس مجرد دول يعني عباره عن ثلاث نصوص لسه هنتكلم عن نصوص اخرى كثيره لكن خلينا نطلع فاصل ونرجع نكمل مع بعض ردنا على الشيخ منقذ واسئله بوجهها للشيخ منقذ مرتبطه بلاهوت المسيح كان مجرد تلخيص للحلقة السابقة اللي فيها طرحنا أسئلة كثيرة وطرحنا نصوص ليست بكثيرة لكنها عدة نصوص مجرد بس عينات من اللي مذكور في الأناجيل اللي بيؤكد لنا لاهوت المسيح فإيماننا بمن هو يسوع وبأنه هو الكلمة المتجسد لم يكون اختراع من اختراعات الكنيسة كما يدعى البعض لكن هذا الإيمان بدأ أولا من فم الرب يسوع المسيح نفسه من كلامه عن نفسه من إعلانه عن مين هو ونصوص كتيرة موجودة في الأربع أناجيل تؤكد لنا هذه الحقيقة أن المسيح هو الكلمة المتجسد الله الظاهر في الجسد عشان كده أنا عندي النهاردة حطيت عنوان للحلقة دي أسئلة عن لاهوت المسيح للشيخ منقذ السقار وانا الـ 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 النصوص اللي فاتت بس لسه ما زالت موجوده ومنتظر ايضا منه انه انه يرد علينا يفصل لنا النصوص او حد او احد من الاخوه المسلمين ممكن يتصل يفصل لنا النصوص دي ويقول لنا لا 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 ده المسيح هنا يعتبر مدعي او كذاب او مختل او يقول لنا المسيح هنا فعلا بيتكلم عن حقيقه يتكلم عن هو يرسل ملائكته يتكلم عن ان هو انه ياتي في مجده ويجلس على كرسي مجده وتجتمع اليه جميع الشعوب وان يدين الاحياء والاموات وقلنا ايضا المره اللي فاتت اتكلمنا عن نص مهم اخر وهو انه تاتي ساعه فيها يسمع جميع الذين في القبور صوت ابن الانسان فالاموات يقومون فقل لي بقى يا شيخ منقذ ازاي ان صوت المسيح يقيم الموتى اللي تحللت اجسادهم أكلها السمك اللي مات في البحر يقدر أنه بكلمة سلطانه بصب بصوته هو يقيم كل الأحياء ويجمعهم أمامه للدينونة أسئلة عن لاهوت المسيح للشيخ منقذ السعر خلينا أروح لجزء مهم جدا وهو جزء مرتبط ب أزلية المسيح المسيح الأزلي تكلمنا عن المسيح الديان تكلمنا عن المسيح آه، الذي يرسل ملائكته كلمنا أيضا عن المسيح الذي يقيم الأحياء والأموات بكلمة بكلمة من فمه فيها يسمع جميع الذين في القبور صوت ابن الإنسان فالأموات يقومون ويس. وهنا نيجي عن نقطة مهمة أخرى وهي أزلية المسيح نعرف كلنا أنه الله وحده هو الأزلي وأنه هو ليس له بداية الله سبحانه وتعالى ليس له بدايه وليس له نهايه فهو ازلي ابدي بمعنى انه سرمدي فوجود الله غير مرتبط بالزمن ولا بالتاريخ ولا بالمكان الله قبل الوجود موجود قبل الوجود واذا الله جه في وقت واوجد يبقى كده في سبب تسبب في وجوده يبقى الله ما ينفعش انه يكون الله يبقى انتفى هنا اي صفه للالوهيه او لان الله يكون اله. لكن هل المسيح ازلي؟ هل المسيح ازلي؟ ازليه المسيح وهل ازليه المسيح اتكلم عنها المسيح؟ ولا مجرد ده يعني اختراع زي ما بيدعي البعض انه لا 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 دي كلها تفسيرات واختراعات اخترعتها الكنيسه علشان تتكلم عن عن الله المتجسد. كويس؟ هل ازليه المسيح نطق بها المسيح ونتعلم من فمه الطاهر عن طبيعته وازليته ولا ده مجرد يعني امر امر مش موجود فازاي المسيح هو الالف ازاي المسيح هو الاله الازلي شوفوا الايه دي او النص ده وانا بطالب من هنا بجد بطلب انه اي حد من الاخوه المسلمين يفسر لي النص ده يعني النصوص اللي, اللي فاتت كلها والنص, والنص ده ويقول لي ويقول لي ازاي واحد انسان ازاي انسان يقول الكلام ده واذا كان المسيح مجرد نبي من الانبياء لماذا يقول هذه الكلمات الا يدعي هنا المسيح لنفسه عن نفسه امور ليست من طبيعته وبكده يبقى كذاب او منافق او مخادع وباي سلطان يفعل هذا؟ باي سلطان؟ شوفوا النص اللي قدامكم ده النص ده مهم جدا لانه كان في حوار ما بين اليهود وما بين شخص الرب يسوع المسيح. واليهود يعني سالوه عده اسئله وهو كان بيجاوب على قال لهم ايه؟ قال لهم ابوكم ابراهيم يعني انا 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 بس عايزك عزيزي المشاهد ان انت تضع نفسك مكان الشخص اليهودي او الكتبه او الفرسين اليهوديين اللي كانوا بيسمعوا الكلام ده لاول مره وانا عايزك تسمعه لاول مره كانك بتسمعه لاول مره كانك فعلا بتسمع صوت المسيح لاول مره وهو بينطق بهذه الكلمات ويقول ايه ابوكم ابراهيم خلوا بالكم الفرق الزمني ما بين ابراهيم كويس وما بين حياه المسيح أكثر من ألفين سنة أقولها تاني الفرق الزمني ما بين حياة إبراهيم وحياة المسيح على الأرض أكثر من ألفين سنة فيقول لهم إيه أبوكم إبراهيم تهلل بأن يرى يومي فرأى وفرح قولوا لي بقى إزاي؟ ابوكم ابراهيم تهلل بان يرى يومي فراى وفرح. ازاي دي تتحل؟ ايه حلها؟ اليهود اول ما سمعوا العباره دي كان رد فعلهم ده الرد الطبيعي. الرد الطبيعي؟ فقال له اليهود: ليس لك خمسون سنه بعد أفرأيت إبراهيم يعني أنت ما كملتش خمسين سنة كان عمر الرب يسوع في الوقت ده هنقدر نقول ما بين 32 33 سنة أنت ما كملتش خمسين سنة أفرأيت ده السؤال أفرأيت أبونا إبراهيم فقال ليس لك خمسون سنة أفرأيت إبراهيم ما هو المنطق مش ممكن ابدا هنا يعني يستقيم يعني واحد عنده 33 سنه او 32 سنه والفرق الزمني بينه وبين ابراهيم 2000 سنه ويجي يقول انه ابوكم ابراهيم تهلل بان يرى يومي فراى وفرح. قال لهم يسوع الحق الحق اقول لكم والرب يسوع له كل المجد قال هذه العبارة الحق الحق أكثر من 145 مرة في كلامه ده بيأكد لنا على أنه فعلا هو الحق أنا هو الطريق والحق والحياة الحق الحق أقول لكم قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن مش أنا كنت لا ده أنا كائن أنا أمس واليوم وإلى الأبد أنا ما بتغيرش قبل أن يكون إبراهيم أنا ايجو إيمي انا هو يهوى انا كائن قبل ان يكون ابراهيم انا كائن قبل ان يكون ابراهيم انا كائن امس واليوم والى الابد لا اتغير حطها فين دي بقى يا شيخ منقذ اهو ده, ده من كلام المسيح نفسه طبعا على طول لو هو هيجي يقول لك لا 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 ده مش كلام المسيح ده الكنيسه حطت الكلام ده على لسان المسيح ما هو لازم هيجد مخرج كويس لامور زي كده لانه امام هذه النصوص اعتقد كل الاسلحه اللي بنستخدمها لدمار فكري او حقيقه لاووت المسيح بتتدمر بتسقط وبتبقى حقيقه واحده نحن قدام شخص عجيب لم ياتي مثله ولن ياتي مثله على هذه الارض هذا الشخص العجيب اللي فعلا يستحق ان نسال هذا السؤال المهم من هو هذا مين ده اللي ما كملش 32 سنه في حياته على الارض وبيقول انه قبل ما يكون ابراهيم هو كائن واللي بيقول ايضا ابوكم ابراهيم تهلل بان يرى يومي فراء وفرح وكان الرب يسوع بيذكرهم بمشهد وبقصه حقيقيه وبحدث حقيقي حدث لابراهيم في سفر التكوين اصحاح 18 عندما تراء الرب لابراهيم وظهر الله لابراهيم. في سوره الزوار اللي جم لابراهيم. هل هناك حل؟ لهذا النص أبوكم إبراهيم تحلل بأن يرى يومي فرأى وفرح قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن في البدء كان الكلمة قبل أن يكون البدء كان الكلمة موجودا في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله هذا كان في البدء عند الله كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان والكلمة صار جسداً اتحد بجسد دون أن يتغير في طبيعته وفي لاهوته وفي صفاته لكنه اتحد بجسد أضاف إلى طبيعته الإلهية طبيعة بشرية إنسانية صار جسدا عشان كده يقدر يقول أبوكم إبراهيم تهلل بأن يرى يومي فرأة وفرح طيب نص آخر يؤكد لنا أزلية المسيح في صلاة المسيح في يوحنا 17 يقول رب المجد والان مجدني انت ايها الاب وهو بيصلي وهو مقترب الى الصليب وعارف انه ايامه على الارض صارت معدوده وعارف انه ساعه تركه للارض ايضا صارت قريبه وعارف انه الساعه اللي فيها هيحمل خطايا العالم ويصلب من اجل خطايانا على الصليب صارت قريبه يقول والان مجدني انت ايها الاب عند ذاتك. خلوا بالكم العباره الاخرى دي بقى الجزء الاخير بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم. مين فينا يقدر يصلي الصلاه زي كده؟ يعني ممكن نصلي الجزء الاولاني ممكن نقول مجدني انت ايها الاب عند ذاتك. مجدني عند ذاتك ممكن كلنا نصلي ونطلب حاجه زي كده لكن ان احنا نصلي الجزء الثاني ده او نقول الجزء الثاني ما نقدرش وما يقدرش انسان يقول الجزء الثاني ده بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم بمعنى ان هو موجود قبل كون العالم قبل ان يكون البدء كان الكلمه موجودا بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم ألا يتحدث يسوع هنا عن أزليته لما بيقول أنه قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن أليس هذا إعلان أنه أزلي لما بيقول هنا بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم ألا يعلن يسوع هنا صراحة أيضا أنه أزلي خذوا النص التالي ده يقول وليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء ابن الإنسان الذي هو في السماء هل هالي بقى شيخ منقذ وليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء ابن الإنسان الذي هو في السماء لأنه أزلي لأنه هو اللاهوت لأنه الكلمة كلمة الله الأزلي الابن الازلي المساوي للاب في الجوهر النصوص دي كلها انا بسال الشيخ منقذ ليه تركتها يا شيخ منقذ ده يعني انا بجيب بس بجيب عينات يعني زي ما قلت انا مجرد بجيب عينات من نصوص مش بجيب نصوص الكتاب كلها انا بجيب مجرد عينات وبطرح هذه الاسئله فسر لنا يا شيخ منقذ يا انت بتقول ان انت يعني تستطيع ان تدمر لاهوت المسيح وكان لاهوت المسيح يعني عقيده كده يعني من اختراع انسان مبنيه على اساسيات هشه بسهوله او تدمرها ليه ما تجاوبش على هذه الاسئله طيب خلونا ناخذ مداخله اخ فادي من العراق الو ألو ألو أخ فادي ألو حضرة القسيس كيفك؟ أهلاً بك يا فادي كيفك أنت؟ بخير نشكر ربنا أنا أول شيء حابب أنه يعني أقول أنه ربنا يبارك على هالبرنامج هذا وعلى كل التعب اللي تقدموه ونصلي أنه دائماً تكونوا سبب بركة والرب يكمل عمله من خلال هالبرنامج وهالقناة اللي فعلا صارت بركه في حياه ناس كثيره اشكرك يا انه فعلا يعني هل ال... التعب وهالبرامج هذه تكون سبب انه تزيل القشور من من عيون اخواتنا ويظهر و... و... الحق لهم ويفهموا اخ اخونا العزيز انا انا حابب يعني اشارك بكلمه أها في الكتاب المقدس الرب يسوع دائما هو بيعلن عن ذاته في كل شيء في كل مكان يعني من بدايه الكتاب المقدس الى اخره الرب دائما هو يعني اللي 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 بيظهر ذاته في كل شيء طيب انا سؤالي الان بي بي لاخوتنا المسلمين واتمنى يعني لو في ايه اخوه مسلمين بيتفرجوا على على البرنامج مم. او على الحلقه في الوقت الحالي انه يتصلوا ويشاركوا بهالموضوع هذا. أها. انا سؤالي انه ليش دائما الـ 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 الاخوه المسلمين مصرين انه الرب يسوع هو مو الله؟ مم. مم. Yeah. على يعني يعني هل, هل الإصرار جاي من من من, من وين؟ على اي اساس؟ يعني آه. ايش اللي يخليك انت مصر بهال مم. لما احنا بن... بن... بنصر على على راي معين فاكيد النا براهيننا والنا اسبابنا تمام؟ مم. مم. فانا انا يعني هذا هذا خلي يكون تحدي للاخوان اللي اللي هم من الديانه المسلمه مصنع. او من, من... ال, ال... الديانات الاخرى ان يشاركوا الان ويرد علي في هذا السؤال طيب انا اتمنى انه يكونوا سمعوا سؤالك اخ فادي وحد ممكن يتصل يكون عنده الاجابه على هذا السؤال من الاخوه المسلمين ويجاوب فادي على هذا السؤال ليه انتوا رافضين ومصرين على انه المسيح ليس ابن الله وكل ال... وكل الاسئله اللي بتجيبوها وكل الحوارات اللي النصوص اللي بتجيبوها مجاوب عليها ومردود عليها اشكرك يا اخ فادي ربنا يباركك وشكرا ليك على اتصالك طيب عندنا مداخله اخرى الاخ عبد الله من المغرب الو الو اخ عبد الله اخ عزمي ايوه اخ عبد الله كيفك أه كيفك انت اخ عبد الله الحمد لله والله طيب انت ويره. انت سمعت السؤال اللي طرحه الاخ فادي لا ما سمعته سمعت من قبل طيب هو الاخ فادي بيسال بيقول انه براهين على انه المسيح هو فعلا الله الذي الكلمه كلمه الله المتجسد ليه الاخوه المسلمين مصرين على انه المسيح مجرد نبي مكتوب عندكم حتى في حتى في انا اجدكم مكتوب بانه لما آآ آآ نكلوا به قال هو قال الهي الهي لماذا تركتني؟ وهل الهي استقيت من اله؟ طيب اخ عبد الله انت شفت النصوص اللي انا جبتها دي؟ تابعت تابعت معايا؟ لا طيب لا أنا محترم. انا اوكي انا هحط نص واحد ليك يا اخ عبد الله وعايز انك تقراه وفي نفس الوقت تقول لي تفسيرك ليه ايه؟ ده كلام المسيح نفسه كويس؟ ده كلام المسيح اللي قاله ثواني بس ده كلام المسيح اللي قاله انا بحط نص واحد ده كلام المسيح اللي قاله لليهود قل لي قل لي يا اخ عبد الله ازاي تفسر النص ده وترد عليه يقول لهم قبل ان يكون ابراهيم انا كائن مين اللي يقدر يقول الكلام ده افتك يا اخي عزمي مرارا وتكرارا بان الكتاب الذي بين كتب التي بين التي بين ايديكم فهو مكتوب بايادي يهوديه اوكي قول لي قول لي الدليل قول لي الدليل قول الدليل خلاص انت دلوقتي جيت اخ عبد الله بتتهم بتقول لي ان الكتاب اللي أتكلم. ما بين اوكي بتقول لي الكتاب اللي ما بين يديكم ده كويس انا بكلمك من العهد الجديد كمان ميزي. مش من العهد القديم الكتاب اللي ما بين ايديكم ده كتاب كتبوه اليهود وشوهوه اليهود قول لي من فضلك دليلك هات لي النص الاصلي اديني دليل دليل نعم. آه. عندي دليل كثيره الان في زماننا هذا من الذي يحكم العالم والاقتصاد والحروب والماليه وكل شيء من اليهود يا خاب عبد نعم. الله انت بتطلع كده برا الموضوع ده برا الموضوع انا بكلمك دلوقتي هات لي دليل من عندك على انه الكتاب المقدس حرف قل لي في نص الاناه بيقول كذا كذا والنص اللي موجود في الكتاب المقدس دون مثلا بيقول عكسه وقول لي مين اللي حرفه وقول لي سنة كام اتحرف الكتاب. أنا في أخر ثمن وبالفعل هي موجودة الآن. إيه اللي موجود يا أخي عبد الله؟ موجودة اليهود حاكمين العالم ومسيطرين بالقوة على كل يا أخي يا أخي يا أخي عبد الله يعني كرهنا لليهود أو كره الإسلام لليهود كويس ملوش علاقة بالكتاب المقدس. إحنا دلوقتي بنتكلم على الكتاب المقدس، بنتكلم على النص زي دون. أليس هذا النص مكتوب ها في إنجيل يوحنا وفي نفس الوقت هو كلام يسوع المسيح اللي اتكلمه مع اليهود قل لي انت كمسلم لما تقرا الكلام دوا اللي قاله يسوع المسيح قبل ان يكون ابراهيم انا كائن تفسرها ازاي؟ والمسيح نفسه يا اخي قال الهي الهي لماذا تركتني يا اخي؟ اوكي جاوبني جاوبني طيب ماشي انا هجاوبك على الجزء ده انا انا هجاوبك على الجزء ده يا انا في كتاب يا, يا يا أخ عبد الله جاوبني طيب <تكلم> أنت دلوقتي بتقرأ النص ده جاوبني عليه أيوة. أنا أنا عارف أن الآيات اليهودية منعونه هي التي كتبت الأشياء وليس قرآن والله ما قرآن في اليهود يا أخ عبد الله أنا ممكن أقول نفس الكلام عليك، أقول اليهود كتبوا القرآن ده وزوروه وإنه حاولوا يلغوا فيه لاهوت المسيح وينكروا فيه صلب المسيح وإنه دون ليس وحي من الله وليس كذا وإنه كتاب مزور وإنه كتاب ليس له تاريخ وإنه وإنه إنه كويس؟ فهتيجي تقول لي طب هات الدليل. ما هو على المدعي إنه يأتي بالدليل، أنت دلوقتي أنت دلوقتي جاي بتقول لي الكتاب المقدس ده محرف، وأنا عايز أمشي معاك واحدة بواحدة. قول لي يا أخ عبد الله الدليل، هات لي دليل واحد الا انه الكتاب المقدس محرف. جيدا. عندي اصدقاء عائلات يهوديه مغربيه ذوي الاصول يهوديه لكنهم اسلموا من زمان كلهم اصدقائي ويقولون بان ابو رشيد سؤال جريء يهودي وكان يستعمل شعوذه للنساء وكان اسلم نفاقا وهو ما تعلم يهوديا شوف اليهود خطيرين. طيب اخ عبد لا يعني انت يهودي وأقول لهم انا مسلم وتركت الاسلام. هل أه... هذه امه حديثه ام ماذا؟ أم... 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 أم يا اخ عبد الله انت ما عندكش اجابه عشان كده بت... بت... بترمي اللوم دايما على اليهود فاتمنى ان يكون عندك اجابه واتمنى ان انت تقرا الكتاب المقدس والاناجيل بذهن منفتح وتشوف وتقارن بنفسك اقرا هل فعلا الشخص ده اللي بيتكلم عنه الاناجيل واللي بيقوله واللي بيعمله يعني يعني حقيقي ولا مش حقيقي لانه ده مرتبط بابديتك ومرتبط بحياتك الابديه انا اتمنى ان انت الرب يضع في داخلك شوق للمعرفه وشوق لمعرفته هو معرفه الله الحقيقيه وانه تقرا الاناجيل وتقارن سيبك من اليهود لانه يعني غالبا انا عارف اليهود مسببين مشكله كبيره بالنسبه للاخوه المسلمين في العالم العربي لكن ده مش مش موضوعنا طيب اشكرك عموما يا أخي عبد الله احنا انا دايما بسعد بتواصلك معنا و يعني ان انت بتكلمنا في في قناه الحياه وفي برنامج عبر الكتاب طيب نيجي لحاجه تانية هل هل يسوع قال انه رب يعني شفنا المسيح قال انه يرسل ملائكته ملائكه بتاعته ان هو ياتي في مجده وان هو يجلس على كرسي مجده ويجتمع من حوله جميع الشعوب شفنا المسيح الذي بكلمة من فمه يقيم الأموات والأحياء شفنا أيضا المسيح الذي أزلي الذي هو أزلي غافر الخطايا أيضا هل المسيح قال عن نفسه أنه هو رب كويس وده يعني هنا هل, هل بمعنى, بمعنى آخر هل ألقاب الله أو أسماء الله المسيح خدها لنفسه وهنا نقدر نسأل سؤال هو ليه يعني إزاي وبأي حق يدعي لنفسه هذا الحق شوفوا الآية دي الآية دي بتقول لنا إيه وفيما كان الفريسيون مجتمعين كان في برضو زي ديبيت أو أو جدال ما بين اليهود وما بين المسيح مناظرة بين الاثنين وفيما كان الفريسيون مجتمعين سألهم يسوع قائلا ماذا تظنون في المسيح إيه رأيكم في المسيح ما هم اليهود منتظرين المسيح وبقالهم سنين ومئات السنين منتظرين مجيء المسيح او المسيا كويس ابن من هو المسيح ده ابن مين كويس قالوا له ابن داود هو طبعا ابن داود بحسب الجسد لانه اتى من سبط داود قال لهم بقى وده السؤال مهم جدا فكيف يدعوه داود بالروح ربنا يبقى النبوه اللي في مزمور 110 قالت عن المسيا انه رب كويس فكيف يدعوه ان كان هو بقى ابن داود ان كان هو بحسب فكر اليهود وبحسب الجسد فعلا هو ابن داود ان كان هو ابن داود كيف يدعوه كيف يدعوه داود بالروح ربا قائلا قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى اضع اعدائك موطئا لقدميك فان كان داود يدعوه ربا فكيف يكون ابنه وهنا رب يسوع بيطبق ده على نفسه هو ابن داود بحسب الجسد لكن في نفس الوقت داود بالروح القدس قال عن المسيح انه رب لأنه المزمور مزمور 110 قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أداك موتاً للقدمي قال الآب ذات أه الله الآب للابن الكلمة اجلس عن يميني حتى أضع أداك موتاً لقدميك فكيف يدعوه داود رباً بالروح إن كان هو مجرد نبي أو ابن داود بحسب الجسد إزاي يدعوه رباً وهنا بيقول عن نفسه إنه هو رب الآية دي يعني اللي في مزمور 110 هي بتتحقق فيه ونبوة بتتحقق في شخصه فكيف يدعوه داود ربا وهنا الرب يسوع قال عن نفسه بصراحة وبوضوح شديد أنه هو الرب طيب سؤال آخر المسيح يعمل أعمال الله طبعا أعمال الله ممكن الله يكلم بها البشر يعني ممكن آه الله يرسل الأنبياء آه يصنع معجزات ممكن الله يرسل أنبياء يقود الشعب مثلا من الخروج من مصر إلى إلى أرض كنعان آه دي الله بيعملها من خلال من خلال أنبياء زي موسى وزي إيليا وزي غيره لكن هناك أعمال لا يعملها إلا الله هقول زي إيه في الرب يسوع عندما شفى المفلوج في انجيل يوحنا اصحاح خمسه واتهموه بانه ازاي يكسر السبت انه شفى المفلوج في السبت ازاي يعمل هذا العمل في السبت وكانوا بيطلبوا انه يعني لانه كاسر للسبت كان بيطلبوا انه يحاكموه فلما تقابل معهم يسوع ودار بينه وبينهم حوار قال لهم هذه العباره ابي يعمل حتى الآن وأنا أعمل أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل هذه العبارة اللي قالها المسيح أثارت غضب اليهود جدا 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 وبدل ما كانوا بس عايزين يقتلوه كانوا يطلبون أكثر يعني موضوع موته صار أمر محتم كانوا يطلبون اكثر ان يقتلوه لانه لم ينقض السبت فقط بل قال ايضا ان ان الله ابوه معادلا نفسه بالله، طب ازاي بقى اليهود فهموا انه لما يسوع المسيح له كل المجد قال ابي يعمل حتى الان وانا اعمل انه بهذا جعل نفسه معادلا لله ازاي؟ ازاي لما يقول المسيح له كل المجد ابي يعمل وانا اعمل انه يجعل نفسه معادلا لله طبعا كلنا نعرف انه كان في حوار لاهوتي وجدال لاهوتي كبير جدا بخصوص يوم السبت ولما نقرا كتب اليهود عن السبت وعن تعليمهم عن السبت وعن القوانين والشرائع المرتبطه بيوم السبت نعرف كويس قوي كان السؤال بيقول الله اعطانا السبت لكي نحفظه والايه والوصيه مذكوره في سفر الخروج اصحاح الشين اذكر يوم السبت لتقدسه فالوصيه الكتابيه من ضمن الوصايا العشر انك تذكر يوم السبت طيب الله عندما اعطانا السبت لكي نقدسه لا نعمل فيه عملا لنا ولا البهيمتي ولا عبدي ولا 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 الحر اللي في بيتي ولا اي حد كويس؟ بل يوم راحه. الله اللي اعطانا السبت لنقدسه هل هو الله نفسه يقدس السبت ولا لا يقدس السبت؟ طبعا تقولي ده سؤال فلسفي يعني اه افتراضي ولكن فعلا كان سؤال مهم. هل الله نفسه يكسر السبت يحفظ السبت او لا يحفظ السبت؟ وعلماء اليهود قالوا لنا ان الله من جهه الخلق قد اتم كل خلقه في سته ايام لكن اليوم السابع هو يوم عنايه الله عمله في العنايه لا يتوقف هو يعمل هو يعتني هو يهتم يهتم بخليقته يهتم بالكائنات يهتم بطيور السماء يهتم بالانسان يهتم بسمك البحر الله يهتم عمل العنايه لا يتوقف الله يعتني بكل خلائقته في كل يوم وفي كل لحظه وفي كل ثانيه ولهذا الله يعمل عمل العنايه في السبت ياتي يسوع المسيح ويقول ان كان ابي يعمل يوم السبت فانا ايضا اعمل معادلا نفسه بالله وجعل نفسه مساويا لله. كويس ده ده جزء مهم جدا وعشان كده اليهود لما سمعوا ده كانوا يطلبون ان يقتلوه ليه؟ لانه جعل معادلا نفسه بالله جعل نفسه معادلا لله. قول لي بقى يا شيخ منقذ ازاي تفسر الجزء ده؟ طيب اجي الجزء اخر. آآ آآ علشان الوقت هروح الى فيديو اخر، والفيديو ده هيجاوب على سؤال آآ طرح، احط السؤال قدام حضراتكم هل هل تلاميذ المسيح بقى؟ انا في في حاجات كثيره عن المسيح انا بس عديتها قالها الرب يسوع بس عايز اختم الحلقه بالوقت اللي جاي بان انا اظهر انه زي حتى تلاميذ المسيح كلموا عن لاهوت المسيح لكن الفيديو اللي, اللي موجود قدامنا شيخ منقذ والضيف اللي معاه بيقولوا لنا حاجه غير كده فخلونا نشوف الفيديو ونيجي نرد عليه المسيح انسان المسيح رسول المسيح من افضل خمسه في البشر على الاطلاق صلى وسلم هذا في عينه وفي عين المسلمين طيب المسيح في عين تلاميذه كمان نفس الموضوع، إذا كان المسيح هو يقدم نفسه كإنسان، أنت ماذا تتوقع من تلاميذ المسيح؟ لن ينظروا إليه إلا على أنه إنسان عليه الصلاة والسلام لا يا دكتور مش عايز توقعات، أنا عايز نصوص طيب ماشي خلاص أنا يعني. عايز نصوص ولا يهمك تفضل نبدأ بسمعان بطرس اللي هو كبير الحواريين نعم في أعمال الرسل اثنين على وعشرين يلقي خطبة على مسامع اليهود، نسمع هذه الخطبة جميل يقول أيها الرجال الإسرائيليون اسمعوا هذه الأقوال يسوع الناصري رجل رجل ما قال إله ما قال لاهوت حل في ناسوت ولا قال ناسوت حل في لاهوت ولا شيء من الكلام هذا لا. قال رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب الآيات المعجزات صنعها الله بيده الصانع للمعجزات الحقيقي هو من؟ والله الله عز وجل صنعها على يد من؟ على يد عيسى كما من شق البحر الله على يد من؟ على يد موسى صنعها الله بيده في وسطهم إذا هذا كبير الحواريين بطرس لا. في لوقا 24 على 19 اثنين من التلاميذ لقوا المسيح بعد حادثة الصلب المزعوم في حادثة القيامة فهم زعلانين يسألهم المسيح ليش زعلانين؟ ليش يا جماعة زعلانين؟ قالوا أنت ما سمعت الأخبار؟ قال لهم أي أخبار؟ القانون المختصة بيسوع الناصري م. نأخذ العبارة يسوع الناصري الذي كان إنسانا الله. نبيا م. كان إنسانا نبيا طب أنا أسألك ما هو معتقدك أنت إنسانا نبيا إنسان. ما هو معتقدي أنا إنسانا إنسان. نبيا لكن أقول ما هو معتقد المسيحيين اليوم إنهم يخالفون قول تلاميذ المسيح بالمناسبة هذا القول وين قاله التلاميذ أمام المسيح عليه السلام هل صحح لهم هل قال لهم انتم كفار معتقدكم زي معتقد المسلمين؟ لا 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 ابدا، قبل منهم المسيح ذلك، فانا اسال لماذا لا يقبلون منا ما قبله المسيح من, من تلاميذه عليه الصلاه والسلام. ناخذ مثال ثالث. المراه السامريه التي رات اعاجيب المسيح في يوحنا 14 على 9. رات معجزات المسيح، ما هي النتيجه التي وصلت اليها المراه السامريه؟ قالت له المراه يا سيد ارى انك نبي. يا سيد أرى أنك نبي فقبل من المسيح ذلك وما عقب عليها الأعمى الأعمى اللي وردت قصة في يوحنا تسعة قالوا له بعد أن شفى عينيه النصارى بيقولوا خلق له عينين طيب ماشي هذا الأعمى الذي حصلت معه هذه المعجزة ما هو موقفه من المسيح عليه الصلاة والسلام يقول قالوا له كيف انفتحت كيف انفتحت عيناك أجاب ذاك وقال إنسان يقال له يسوع. انسان يقال له يسوع، فماذا سمى المسيح؟ سماه إنسان. انسانا وهو الذي خلقت له العينين كما يقولون على يد المسيح عليه الصلاه والسلام. طبعا يعني المبدا اللي ماشي عليه مدام ذكرت كلمه انسان او رجل يبقى انسان مجرد عادي ورجل عادي وهو طبعا يعني لا يفرق ما بين اللاهوت وما بين الناسوت وما بين طبيعه المسيح ولاهوت المسيح وناسوت المسيح لكن هو كل الفكره اللي عايز اقولها انه كيف راى التلاميذ يسوع راوا انسان لان المسيح بحسب فكره قال لهم انه هو انسان فبالتالي هم ايضا قالوا عنه انه هو انسان طبعا أجيب لك بعض الشواهد يا دكتور منقذ وعايزك تجاوبني عليها. يوحنا الحبيب بيقول ايه؟ يوحنا الحبيب بيبدا انجيله بهذه العباره: في البدء كان الكلمه اللوجوس، والكلمه كان عند الله، وكان الكلمه الله. فبيتكلم عن ازليته بيتكلم عن طبيعته، كان ال... والكلمه كان عند الله، وكان والكل... الكلمه الله. ازاي انت تفسر دي؟ وتقول لي مين هو يسوع المسيح. خد واحده تاني. طيب في فليبي الرسول بولس بيقول الذي اسكان في صورة الله لم يحسب خلصة ان يكون معادلا يعني مساويا لله، هو في صورة الله بمعنى أنه هو في طبيعة الله هو الازلي اللي موجود عند الله لكنه اخلى نفسه هنا التجسد اخلى نفسه اخذ جسدا صائرا في شبه الناس، وإذا وجد في العبد في الع... في ال... وجد في الهيئة كانسان وضع نفسه واطاع حتى الموت موت الصليب، يبقى هو في ازليته وفي طبيعته هو مساوي لله، وفي نفس الوقت في تجسده اخلى نفسه اخذا صوره عبد، ازاي ت... تقول لنا الحل لهذا النص. بولس ايضا بيقول لنا ايه عن الرب يسوع. الذي هو صورة الله غير المنظور بكر كل خليقة ولما نتكلم عن بكر كل خليقة ليس معناها أول من خلق لكنه مصدر كل خليقة منبع كل خليقة فإنه فيه خلق الكل ما في السماوات وما على الأرض ما يرى وما لا يرى سواء كان عروشا أم سيادات أم رياسات أم سلاطين الكل به وله قد خلق الذي هو قبل كل شيء يبقى المسيح قبل كل شيء هو يقول عنه هنا ان هو فيه خلق الكل فيه خلق الكل ما في السماوات وما على الارض ما يرى وما لا يرى سواء كان عروشا ام سيادات ام رياسات ام سلاطين الكل به وله قد خلق الاشياء هو اللي خلقها والاشياء خلقت من اجله به وله قد خلق الذي هو قبل كل شيء أزليته يتكلم عن المسيح يعني يعني النصوص دي كلها تتكلم عن شخص واحد هو شخص يسوع المسيح وفيه يقوم الكل وهو رأس الجسد الكنيسة الذي هو البداية بكر من بين الأموات لكي يكون هو متقدما في كل شيء لأن فيه سر أن يحل كل الملء وأن يصالح به الكل لنفسه عاملا الصلح بدم صليبه بواسطته سواء كان ما على الأرض أم ما في السماويات يبقى هو الخالق هو منبع الخليقة الكل به وله قد خلق وهو قبل كل شيء وهو قبل كل شيء ده يا شيخ منقذ اللي بيقوله الكتاب عن يسوع المسيح ونصوص اخرى من بطرس ومن يعقوب ومن يوحنا الرائي ومن آه كل الرسائل كل رسائل العهد الجديد وكل العهد الجديد يؤكد لهوة المسيح هذا هو يسوع الذي نعرفه انه الكلمه المتجسد الى ان نلتقي نلتقي في حلقه جديده اعزائى المشاهدين سلام المسيح يكون معكم